لا تعالوا يا الربع تعالوا مساكم الله بالخير. هلا الشباب هلا الشباب. حسيت انها صارت بيتنا يا ولد. شلونك؟ كيف الحال؟ هلا سالم بن سعيد الغامدي. ليه ليه ليه؟ الحين عيالك ارحبا اهلا تقديرك اليوم. ها كنت في المسجد نايم. لا يا شيخ هلا راعي النوم. ابي انام بالمسجد والله. ارحب العهد قريب مرحبا. الحمد لله على السلامة. والله انا كان قصدي اساعدك اطلعك من موضوعك. هلا هلا. وش العلم؟ اقول امشي امشي امشي. كيف الحال؟ يلا يا ربع تعالوا معنا تبقون. يلا يا الربع تعال ناحي هنا تعال نايف. عرفت قصدهم انت اهم شيء؟ الرجال اللي خلاص الله يبقيك نور نورك نوري من نور سالم يا الربع تعلم من العمل نورك الله يسعدك دغري يا ابو عبد المحسن استعن بالله يا ابو سعد لا عندك سعيد لا عندك عندك يا ابو عندك طيب صلوا على النبي يا الربع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساءكم بكل خير مرحبا والله ومسهلا باللي حنا جينا عشانهم والبرنامج كله عشانهم والمتسابقين يتفاعلون عشانهم هذا المشاهد اللي تابعنا امام الشاشه نفخر به ونعتز به ومكانه عقال الراس اليوم اللهم لك الحمد دخلنا لأن نحن شفنا تفاعل كبير جداً في التبرعات في الوقف وخصوصاً عقب جلسة بعد الجمعة اللهم لك الحمد في تفاعل ما وصل حتى القناة حتى يمكن سالم أتواصل مع سالم قبل شوي أبو سعيد وأقول حتى السناب عندي ولع ما شاء الله تبارك الله من التفاعل في الوقف فالله يجعلها إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع هذا الوقف اللي حنا الآن كلنا نستعد أن ننهي هذه الأسهم البسيطة القليلة ونحتفل سويا بإقفالها بإذن الواحد الأحد العلم عندك يا أبو سعيد صلى على النبي نقول لا إله إلا الله إحنا والله ما جينا إلا لأن الأمر جلل وخلاص وصلنا إن شاء الله الخلاص وصلنا إن شاء الله لإكتمال هذا الوقف ما عاد بقي إلا أسهم قليلة والعبرة ليست بالبدايات إنما بالخواتيم فالحين خلاص جملنا وبيض الله وجيكم أنا والله ما عندي التحديث الأخير ولكن ما عاد بقى إلا الشيء اللي يصير لو نقول 50 شخص لو نقول 50 شخص من 300 ريال قفلنا هذا الوقت الان سجدنا لله عز وجل شكر انا اتعجب لما اشوف رجال الاعمال واشوف ان العالم تدفع هذا المال اللي هو غالي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقه برهان فانت الان تبرهن محبتك لله عز وجل بهذا الفعل يا سلام فهذه الان عندنا جمعيه تقول باقي 50 سهم 50 شخص بس من 300 ريال تقول صلى الله عليه وسلم اكتمل الوقف اللي يخص اليتيم اللي يخص المحتاج وتوفيق وتيسير من الله عز وجل الجلسة هذه ذكرتني في بداية البرنامج بس زمان ما كان في مكيف الحين اللهم لك الحمد زادت الأمور فأقول أنا الآن بدينا بداية البرنامج نفس هذه الجلسة كان عندنا هم 30,000 واليوم باقي 50 شخص اللهم لك الحمد جت الجمالة الباركود على الشاشة امسح الباركود واسعد اليتيم واسعد المحتاج والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المحتاج انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم هذاك الضعيف اللي ما عنده القوه انه يسعى لطلب الرزق ما عنده القوه لطلب هذا المال الجمعيه تقول احنا متكفلين فيك يدرسون حالته تمام الدراسه ثم يجعلونه في قوائم الماليه عند هذه الجمعيه والجمعيه مراقبه من الدوله عليها اللهم لك الحمد رقابه المال هذا وين يضع ولاين يذهب والى اين الفئه المستهدفه لأن هذه بحد ذاتها نعمة عظيمة أنا والله ما ودي أني أخذ الكلام كثير ودي أن أشوف الشباب جميعا بس أنا أقول والله راح الكثير 50 سهم من 300 ريال نسعد ونفرح وننبسط واسأل الله عز وجل أن يفرحنا قبل تأخذ الشباب جاتني اتصالات العصر اليوم يا أبو عبد المحسن أنت ثقة هل الوقف هذا ثقة؟ قلت يا الربع لو ما هو ثقة ما طلع وين؟ في الشاشة أنت تتكلم ترى عن شاشة لها تصريح ولها رقم ولها كذا سلام. فأكيد شيء طبيعي يكون هذا الوقف إيش رسمي ترى حتى الإعلان عنه لابد أنك تأخذ ترخيص غير سلام. ترخيص الوقف أيضا ترخيص للسناب ترخيص كذا فهذه كلها ما تجي عبث هذه كلها أشياء إيش رسمية
العلم عندكم سيد. طيب انا ودي ابو عبد المحسن ناخذ ناخذ ما عندك مشكله نبدا بسلطان الشباب استعن بالله يا سلطان. يا مرحبا والله ما شاء الله الله يحييكم. الوقف يا طويل العمر ما عاد بقى الا الشيء القليل والله لك الحمد ويا حظه يا حظه اللي بي يلحق على نهايه ذا الوقف. ف اهل الخير ابشرك واجد والموفق تبي تشوف نفسك انت موفق وان الله موفقك عمل الخير ويقربه منك يقربك منه. فاذا تبرعت انت ونفسك طاعتك انك تبرع تدر انك موفق والله يجعلنا وياكم المقبولين عند الله عند خلق الله. اللهم جزاك الله, الله, الله خير ابو ثقل عندك يا حبيبنا الناحي الله يبقيك من قلبك. لا لا من قلبك ترحبنا ولا نفس الظهر. اللهم لك الحمد لان ترى جتنا رسائل على الخاص يقولون ان مقصوده من ناحي فرديت قلت لا من ناحي مين مقصوده منه اني خابر بس عشان توضيح للعرب بيض الله وجهك وانا والله ما يلحق لي شك اسلم. معليش على ما نرجع لك من ناحي المايك عدله عندك يا نايف اسلم اتعدل لا طافي اما طافي راح عدله راح عدله تعال يلا اسلم يا نايف. اول شيء يا مرحبا ومسهلا وجيتكم ابرك ساعه عندنا والله الله يطول بعمرك. اول شيء الحمد لله حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ذهب الكثير بقي القليل 50 سهم من 300 ريال يعني شيء بسيط يعني بدايه البرنامج كم كنا نقول فالان هانت والله والله العظيم مدينا اليوم نسج شكر ونقفلها يعني واحدة. ايه 50 شخص يعني الحين كم يتابع اللايف تقريبا يعني فوق ال 1000 2000 3000 فوق 5000 يعني ايه قبل هذا اليوتيوب فقط قبل شوي في اليوتيوب تعديته 6000 ما شاء الله تبارك الله. ف 50 شخص من ال 6000 يمدينا نقفل على الوقف هذا ونسجد شكر يعلم الله بيفرحنا كلنا فرح ننتظر احنا من زمان فبيسرها الله ان شاء الله واليوم او بكره ان شاء الله نسجد شكر باكتمال الوقف باذن الواحد يا رب. نرجع لك من ناحيه مثل ما قلنا اقول الوقف هذا ينفعنا في الدنيا وفي الاخره وبعدين موقع الوقف في اطهر بقاع الارض في حدود الحرم في مكه المكرمه والوقف هذا الايتام وبعدين انت تبرع في وقف ما يوقف معك الوقف هذا يمكن يفتح له وقف ايه دائم الوقف هذا يفتح له وقف الوقف هذا يفتح له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه من اللي ما يبي يرفق الرسول في الجنه يا سلام. هذا شيء اجره عظيم عند الله ولا تبقى له 50 سهم انه كان مثل ما قال ابو سعيد انه كان 30000 اي والله والحين ما تبقى له 50 شخص تذكر بدايه البرنامج اي والله اذكرها اي والله الله المستعان الحمد لله رب العالمين وسلامتكم عبد الواحد خلاص عندك عبد الواحد راح اتروش انا اصلا مساك النور الله يجمل حالنا وحالكم حالك الأولى سعدنا بشوفكم الله يرضى عليك الأمر الثاني فاليتيم لحقنا علينا ولزومنا نسعى في الشيء اللي يزيل والله يزيل لنا ولكم ما عاد إلا الشيء اللي ما عاد يذكر نقول تبرعوا وكل النساء خلاص اوشك الموضوع على والله يجمل الحال حمك الله ويلك يا منيب والله يوفقنا وياكم سلام للجميع. طيب عندك فيصل يا عبد الله ركز يا عبد الله الله يرحم والديك جيب تكشخين يا رجل طير البرستيج عشان على ما قال إيه؟ يشتمونك الناس اللي هي إيه صح الحمد لله يرحمك الله يدير يديكم الله 6000 الحين في اليوتيوب يقول يرحمك الله منك في الكنترول سبحان الله شفت الله كيف يسوي والله ترى ما من غير قصد الا قبل شوي سالم الجدي عنده امسيه وقاعد يسولف مع الضيوف شوي هذا عند اذنه في الاربيز يسولف ما ادري ايش يقول انا اشوف الصبي يتحاكى ويتكلم سالم جديع اختلف من الكلام اللي هو يقوله ترى ما تعود على البيس ترى هو إيه قال هو قال الله لا يبيض انا كنت ابغى مخرج بس ما عرفت مخرج انا وياه ترى لا يبيض اعمالي دخلت معه اي دخلت معه بلشت بلش الله منه بلش قلنا خل زاد الله لفكم اسلم اول شيء مرحبا ومساء الساعة الطيبة الحين نشوفكم في اليوم مرتين الله يعزك الله يرضى عليك الشيء الثاني فراح الكثير ما بقي الا القليل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين من الجنة فالوقف في اطهر بقاع الارض وتكفى اليتيم وفي حدود الحرم فامنا رجال الاعمال اللي يحبوا الخير والمقتدر ماديا
فما عاد الا القليل. لو تقفل وقف اكثرهم تحسف انه ما شارك. اي والله. فهمتكم. يا سلام. الله يبيض وجهك. وجهك. عندك سيف. يا مرحبا والله. رحب منا لينا نخلص ما يثنيكم الترحيب وحياكم الله، وانتم ما تجون الا بالخبر الطيب والعلم الطيب. وجيتكم ذا الليل علشان الوقف. بيض الله وجيكم وجم الله حاكم. احنا كل يوم ودوم نتكلم في الوقف، من يوم ما دخلنا البرنامج الان قسم بيت الله. بعد شوي ابراهيم، لو اطلع بكره يكفي اني شاركت في هذا الوقف. الوقف اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا وكافي اليتيم كاهتين في الجنه. اللهم لك الحمد. مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمحوا لي بنظف الكاميرا اذا في خصم، انا فوجيكم لكن بتكلم علشان اليتيم. أناشد كل من يشاهدني من هذا المنبر، اول شيء امسي عليكم بالخير وبيض وجيكم لانكم واقفين معنا من اول يوم بادرنا في هذه المبادره. فراح الكثير ولا عد باقي الا القليل. اناشد رجال الاعمال وسيدات الاعمال، واناشد كل من يعرف سيف ان يتمم يشارك معنا ونتمم هذا الوقف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلامتكم. طيب صلوا على النبي يا الربع. الحمله تحتاج منا احنا كلنا اليوم نوقف. وابغى تطيح. والجمهور خلها يعلم ان كلنا احنا مستعدين كلنا في ان احنا نوقف حتى ننهي هذا الحمل ونصنع ابتسامه هذا اليتيم اللي ينتظرنا من شهرين ان احنا نقفل هالمبلغ. تفاعلا معكم الان اتصال معنا. الربع علمنا قال في اتصال رجال بيتبرع او انه بيتواصل معنا بيشوف. عطونا اتصال يا شباب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك. مرحبا والله ومسهلا. كيف حالك أخوي رعد؟ الله يبقيك. تفاعل معك أخوي رعد واستجاب لدائك في وقت الأيتام. أطهر بقاع الأرض. أعلن تبرعي ب10,000 ريال. يضرب وجهك. يضرب وجهك. والإيصال جوفرك يوم بعد يومين إن شاء الله. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. بتقول اسمك ولا فاعل خير؟ لا فاعل خير طول عمرك. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. تحية له يا شباب. تحية له. الله يرضى عليك ويرفع قدرك. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه وإحسانه أن يريك في أهلك ما يسرك، وأن يخلف عليك في أهلك ومالك كل بركة بإذن الواحد الأحد. الله يحفظكم الأجر جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير. شاكر ومقدر. تحية لك يا رب. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. حتى هو يتفاعل معنا يا الربع أخفى ماذا اسمه، لكن الله يعلم. لكن الله يعلمه. وتراني لا أخفيكم من صوته عرفته. لا أخفيكم من صوته عرفته. عطر اسمه بإذن الله. لا 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 بيزعل علي لو عطيت اسمه. لكن الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويجعل ما أتيت به وما تبرعت به يردها الله عز وجل لك أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. قولوا آمين يا رب. ويخلف عليه. نبي نكمل بس عند سالم. تفضل يا سالم. الله يحييكم. الله يبقيك. الله يرضى عليك. الله. وإني صراحة حزنت إني ما حضرت معكم اليوم، ولكن جاء الفرح. الله يبيض. كنت في المسجد نايم وفرحت والله يعلم الله يوم جيت ذا الحين. الله يرضى عليك. اليتيم احنا نتكلم فيه من بداية البرنامج ويعلم الله انه شيء مشغلنا حتى احنا. الوقف اللهم لك الحمد ما بقى عليه شيء. الحمد لله. الحضيض اللي بيلحق الحينه الفرصة، والفرصة تراهي تتروض بس ما تتعوض. يا سلام. الله. فالحين قالكم تسلمون. عجبتني والله. الله. الفرصة ايش؟ الفرصة تتروض بس ما تتعوض. يا سلام. الله سبحانه وتعالى يمكن ارسل لك المقطع، يمكن ارسل لك ان تشوف ذا الحين يطم السلامة الجلسة دي، يطم السلامة عشان الوقف. تبرع يا مال الغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم ترى بتبرعك هذا يطم السلام تشتري ارض جنب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة في جنات النعيم. اسال الله الكريم ان يغنينا ويعطينا ويرضينا ويهدينا ويجعلنا من مرافقين الرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. صلى الله وبارك وسلم. ودك يا ابو محمد تنام دائم في المسجد. ها ودك دائم تنام في المسجد. اي الله منك. احنا اشعرنا بالسكينه. انت متاكدين نايم في المسجد؟ كنا نايم في الرجل مالي. ما ادري انا كنت نايم في المسجد وشان عشان اربون معه في الحلم. ايوه كنت نايم في الحلم. نعم صحيح. يا سلام يا سلام. بعد تمام. 10,000 كم باقي الان؟ والله ما ادري لكن احنا بنحسبها. كم باقي سهم؟ اتوقع باقي 50. لا 50 سهم تقريبا. 30 شخص
300 ريال نقفل. يعني يمكن 30 شخص. قسما بالله. والله إذا الحين الآن يمكننا نفرح ونفس الشكر لله عز وجل، وأنا أبغى مدير الجمعية يعطينا التحديث إذا تقفل هذا الوقف. يا سلام. 30 شخص. أنا مسح الباركود على الشاشة وادخل في المتجر وتبرع ب 300 ريال وتسعد كفيل ويتيم. نعم. خلهم 29 من عندي سام 300 ريال على نيتي وعن نيتكم كلكم. الله يبيض وجهك. الآن بروح أتبرع. الله يبيض وجهك. عندك محمد. وهذا الرجال يدور سيارة مع الله. نعم. سيارة مع الله لن تبوك. وأسأل الله أن يكتب أجره ويوفقه ويسعده. نعم. أما بالنسبة للوقف بإذن الله أنا بيكتمل ذا الليل. وسهم كم باقي 30 سهم. 30 سهم. ما عاد بقلل القليل. والصدقة تطفي غضب الرب. وتقي مصارع السوء. وأسأل الله أن يوفقنا على هذه الوقفة مع اليتيم، واليتيم هو اللي احنا اللي نحتاجه. نعم. يا سلام. يا سلام. وسلامتك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. انا ودي ان ابراهيم يسمعنا او يتلو علينا ايات عن فضل الصدقه. يلا عطنا ما شاء الله تبارك الله. والشباب ما قصروا بالكلام. الله يبيض وجهك. شوف شار يا ابراهيم. ابشر ما يجيك. اذكر اول يوم جينا بالبرنامج اجتمعنا معاكم وتكلمنا عن اليتيم. ولكن باذن الله ان ننتظر اللحظه هذه انه يتقفل البرنامج بحضوركم وحضور الشباب. باذن الواحد. باذن الله عز وجل. باذن الواحد الاحد. الله يبارك. وكلام الشباب كفايه. والأولين يقولون الكلام قرضة ملح. يا سلام. الله يعطيهم العافية. ولكن اليتيم بأن الله يصطفي، الله عز وجل يقول إن الله اصطفى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاللي يشارك في هذا الوقف علم بأن الله اصطفاك من بدء خلقه. يا سلام. إن الله اصطفاك وميزك أنك تشارك في هذا المشروع. اجتمع أجر اليتيم وعظمة المكان وهو في مكة. يا سلام. فما في أعظم من هذا الأجر. اللهم جزاك الله خير. طلب أبو سعيد عاد أطلع علينا ما في الصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بيض الله يكتب اجرك. العلم عندك يا عبد الله. انا اقول الحمد لله والله ما اشبه اليوم بالبارحه. البارح اللي اول ما دخلنا البرنامج يمكن 35000 سهم، واليوم الحمد لله ما عاد باقي الا 30 سهم. احنا نعلم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى انه سيقيض الله سبحانه وتعالى لهذا الوقف المبارك الذي اجتمع فيه حرمة المكان، وأيضا أن هذه الشريحة غالية علينا وهم الأيتام. الأيتام ترى من أعز الشرائح علينا في المجتمع، والله سبحانه وتعالى يعني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأيتام. الرسول كان يتيم، والله سبحانه وتعالى كفل للإنسان لا سيما اليتيم. فاليوم ترى المحتاج مو باليتيم، اليوم المحتاج والله حنا. حنا المتبرعين الآن، حنا اللي في الحاجة. واليوم ما عاد بقى شيء. حنا نقول أخوي أختي اللي يشاهدنا ارم بسهم لعل على ما قال تنجيك من عذاب الله. لعل إن شاء الله هالسهم هذا يكون لك بركة. وترى كما قال الشاعر لا تقطعن يد المعروف من أحد ما دمت تقدر والأيام متراتة. العسر واليسر ترى متحول. فاليوم انت فرخة ادفع ادفع والله لذة العطاء ما في مثلها لذة، وخصوصا إذا كانت لله اجعلها لله وادفع. وهذا وقف وتبرع لكل من تحب، أبوك أهلك عندك متوفين تعزهم وتغليهم تبرع، ولا تحقر إن من المعروف شيء. أي مبلغ أي مبلغ تقدر تحطه هذا والله أعلم. الله الله يبيض وجهك ويكتب أجرك. الله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآن في ناس سمعوا فاستجابوا، وهؤلاء هم أهل الدثور الذين ينفقون أطراف الليل وأنا النهار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نقرأ بعض التبرعات اللي
تسعدنا وتسعد اليتيم، وباذن الله عز وجل ان نقفل هذا الوقت في اسرع وقت. ونايف يقول خلينا نجلس خمس دقائق ان شاء الله ونخرص. ياسر محمد تبرع ب 100 ريال، دانا الشهراني تبرعت ب 50 ريال، صالح الطعيمي تبرع ب 150، في سي تبرع ب 50 ريال، امنه العطوي 50 ريال، فاعله خير 300 ريال، رفعه 300 ريال، ابو صالح 50 ريال، احمد 50 ريال، فاعله خير 50 ريال، كذلك فاعله خير 50 ريال. هؤلاء اناس اختصهم الله عز وجل. وش الفرق بينك وبينهم؟ من الله عز وجل وفقهم لان يكون لهم وقف جاري. هنالك اناس بيكون لهم وقف جاري يوم القيامه، سجدون امامهم جبال من الحسنات، السؤال هل ستكون منهم؟ هذا السؤال ستعرف اجابته في الحياه الحقيقيه. هذه الدنيا كلها ساعه، فلنرغم انفسنا ونبرهن لربنا هذا الحب ونجعلها طاعه في امور الدنيا وفي امور الاخره. فانا اقول اوصي نفسي واوصيكم باكتمال هذا الوقت، لان راح يسعد اليتيم ويسعد المحتاج ويسعد يعني هذه الجمعيه. نسال الله عز وجل ان يفرحنا باكتمال هذا الوقت عاجل غير اجل. ابو عبد المحسن، طيب صل على، مرحبا بك يا محمد، مرحبا والله ومسهلا بعد العوده. طيب صلوا على النبي يا ربي. في قصه انا قلتها اليوم الظهر لكن ما اعطيتها حقها، تمام؟ واحنا واقفين هنا بعد الغداء، اول ما تخرجت من الجامعه قالوا ما اجي اطبق في مدرسه حكوميه عشان هذه متطلب جامعي لابد انك تخلصه عشان تعطي الشهاده اللي هو التطبيق العملي. فطبقت مدرسه واشرح للطلاب، خذت معهم شهرين كامل ابتدائي. يوم جيت بطلع واودع الربع كلهم، وانا جالس في مكتب الاداره اودع المدير والوكلاء والمعلمين، بطلع مع الباب شوي للمرشد مدير الوكيل جاي عند الباب مع ذاك الولد الصغير اللي ينهج بالبكاء يبكي وصوته، قلت انا يعني مسوي له شيء يعني مجارحه بكلمه، لاني مريت على الفصول اللي كنت ادرسها وسلمت عليهم طقطقت شوي طلعت. والله العظيم اني خفت، قلت يا ولد لا يكون مسوي لي شيء وانا ما ادري. اخر شيء اكتشفت ان هذا الولد يتيم ويتوقع اني انا حليت مكان ابوه اللي فقده. فهل يتيم تعاطفنا كلنا معه مشاعر ولا لا؟ لابد ان احنا نتعاطف معه كرما باموالنا. الصدقه هذه الصدقه تجعلها صدقه وقف، الوقف هذا دائم ويتيم وفي اطهر بقاع الارض. الاجور مضاعف في اطهر بقاع الارض. العلم عندك يا محمد. عندي الله الله لا فضفوك الله يرضى عليك. الشباب كذلك كل ابوهم الله يعطيكم العافيه. انا اقول خير الكلام ما قل ودل، ذهب الكثير وبقي القليل. يا سلام. والعبره في الخواتيم. نعم اي والله العبره في الخواتيم والخيل الاصيله ترى ما تلحق الا في الاخير. عد يا محمد كلامك. جزاك الله خير وشباب كل ابوهم. اقول ذهب الكثير وبقي القليل والعبره في الخواتيم. بارك الله لكم. اللهم امين، جزاك الله خير. كلام عندك يا عبد الله. اول شيء بجي اخوي محمد، ما بقى الا القليل ان شاء الله. امس كنت نتحدث عن ارقام 80,000 90,000 سهم، حالتنا حاله الحين ما بقى الا 30 سهم، وان شاء الله ما ينتهي الليل الا احنا مقفلين السهم هذا باذن الله. طيب ترى ما دريت والله انك ما تكلمت. استنى سعد، انا اقول انا يوم تفرع الرجال ب 10,000 والله العظيم اني شوشت الله يبيك واني انبسطت واني اشعر راسي اني اوقف. هذا ندلدل على احنا في بيئه او في مجتمع محب للعطاء ويحب الخير. في 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 فتره في ايام كورونا قفلوا اتوقع فواتير في فريجت على 30 مليون على 25 مليون. يا سلام. فما بالك كانت 30,000 الحين اصبحت 30 سهم. يا سلام. فانا يا سالم بدون ما نناشد بدون ما نتكلم، هذه بذره خير فيهم، هم اصلا مبادرين واحنا في احنا شعب معطاء. من اقل تحصل اللي يتفرعون اللي دخلهم متوسط، فما بالك في اللي دخلهم عالي ما شاء الله تبارك الله. فالله يجعلها في ميزان حسناتهم. وعلى قولة ابو مساعد خير الكلام ما قل ودل، قل ودل. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا. تعليقا على كلام الله له انت يا سالم، تعليقا على كلام سالم، الايام الاخيره ترى نعيش ثوره في قضيه التبرع والوقف. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. الحساب نشط بمعنى الكلمه، يعني تواصل معي قبل 3 ايام رجل اعمال وحط له 60,000، والان تواصل معي الرجل الاعمال هذا الان وحط 10,000، وقبله قبل يمكن يومين عندنا خبر ان حرمه ايضا امراه تبرعت ب 50,000. فاللهم لك الحمد. فعلا نحن في 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 مجتمع معطاء، مجتمع يحب الخير متكاتف. اللهم لك الحمد على هذه النعمه. عندك ابو سعيد. اقول الله يبيض وجهكم يا شباب جميع.
احنا بدينا من الصعب والان وصلنا الى السهل وباذن الله ان الوقت بيتقفل. الله يبيض وجه كل واحد منكم. نعم. يبيض وجهك ابو عبد المحسن. الله يرضى عليك. يبيض وجه ابو عبد الاله، يبيض وجه القناه، يبيض وجه كل من له في هذا العمل وكل من له فضل. وكذلك يبيض الله يبيض وجه الجمهور. نعم. اللي جاهد ونشر معنا وصبر علينا، وسبحان الله لما احنا نحث على الصدقه نلقاهم يعينونا بالنشر ويعينونا بالتبرع. اسال الله عز وجل ان يبيض وجه كل من تبرع وكل من اعان، وانا اقول يا هني كل شخص كان له ولو بمقدار ريشه في مثل هذه الاعمال. نعم. ان الله عز وجل كريم، وباذن الله ان الله عز وجل الله يرزق وقف جاري مدى حياتك، ويا رب كما جمعتنا في هذا المكان ان يجمعنا على سرور متقابلين يا حي يا قيوم. الله يبيض وجهكم جميعا. الله يبيض وجهكم. الله يبيض وجهك. عندك شيء؟ بس بيض الله وجهكم. والله اعلى واعلم، سبيله اهدى واقوم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله لا انت يا الربع عندك اعلان ظنها؟ لا ما خليه الاعلان. خلاص الاعلان عندهم. طيب. الله يبيض وجهكم يا شباب. لا لا في عندك في الاعلان. يا الاعلان جاء الاعلان الان. طيب.